اهلا وسهلا بكم فينا في هذه القناة. اذا مع هذا الخبر من جريدة البايس، فكعنوان رئيسي يعني هنا يتحدث عن ما تعانيه مراكز طبعا الشرطة اللي هي كتواجد في واحد الوضعية ديال البلوكاج، يعني في مسألة ملفات اللي كتهم المهاجرين. الكل كيعرف على ان هنا في اسبانيا فلتجديد خصوصا الإقامة، فمن الضروري علينا أننا نمر مراكز الشرطة، وذلك باش نقوموا بالتبصيم، عملية التبصيم، أي طبعا ياخذوا البصمة ديالنا باش ياخذوا البطاقة الإقامة القديمة ويعطيونا بطاقة إقامة الجديدة. إذا هذه المسألة هذه كتعرف واحد البلوكاج كبير في إسبانيا. هنا كيهضروا على أن هناك الآلاف والآلاف ديال الملفات اللي هي مازالت كتنتظر أننا يتم البث فيها بالطرف طبعا وزارة الداخلية عن طريق طبعا الأمن الوطني الشرطة الإسبانية. وطبعا القدرات ديال الشرطة الإسبانية فهي محدودة، وخصوصا مع البلوكاج اللي وقع ديال 3 شهور ولا 4 شهور اللي تعرمت عليهم ديال الملفات. وطبعا هنا وقع واحد البلوكاج، وهنا يخلق واحد النوع من السوق السوداء اللي أخذ السيتات أو المواعيد. فهنا طبعا للذهاب للتبصيم او لإعطاء البصمات في يعني في مراكز الشرطة الإسبانية فلازمنا من موعد مسبق، وهذا الموعد المسبق كناخذوه عن طريق الإنترنت. وبما ان هناك واحد طلب كبير فهاد السيتات هاد المواعيد كتختفي بسرعة. وطبعا وقع واحد السوق سوداء اللي يمكن الناس لوك بحال لوكوتوريوس بحال ديسباتشوس، يعني مكاتب ديال المحاماة، مكاتب ديال الهجرة، او حتى في انترنت اللي كاين البيع والشراء في هاد طبعا المواعيد. المواعيد طبعا ماشي البيع والشراء عن طريق كوميسارية بحال اللي يقدر يتبادر للذهن ديالنا، ولكن خصك تبقى جالس قدام لورديناتور 24 ساعة على 24 ساعة، يعني قدر نهار كامل وانت كتحدي حتى كتقدر على انك تاخذ واحد السيتا. وطبعا كاين الناس اللي ما يبقاوش نهار كامل، فبالتالي كاين الناس كيعرضوا الخدمات ديالهم كتوصل حتى ل 200 اورو باش ياخذ لك السيتا. اذا المقال مهم، كيعبر عن المعاناة اللي كيعانيوها المهاجرين. فهنا الاضافة للكورونا فتزادت علينا هذه المسألة، انك خصك ما تضيعش وريقاتك، خصك تقوم بالاجراءات يعني الاجراءات الضرورية واللي هي اخذ البصمات، وذلك اللي طبعا يكونوا الأوراق ديالك يعني قانونيين 100% والإقامة تكون قانونية 100%. إذا هذا هو الخبر اللي كعبر عن معاناة المهاجرين. إلى اللقاء في خبر ثاني.